يبدو أن الموقف الأوروبي يأتي في سياق الموقف البريطاني، في سياق الموقف الأوروبي الداعي إلى التهدئة، ولكن لم تتضح حتى هذه اللحظة إذا ما كان هناك جهود حكومية فعلا للوساطة أو للتهدئة بين الطرفين. بطبيعة هذا 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 حكوميا ورسميا بهاء، لكن ماذا من الناحية الشعبية؟ هل هناك تحركات شعبية ربما في لندن؟ نعم، هناك على المستوى الشعبي والفعاليات المجتمعية، هناك إدانة للقصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة وما يتبعه من تداعيات سلبية ومن تداعيات على مستوى الضحايا والمدنيين، ولكن بطبيعة الحال هذا الحراك لم يكتمل أو لم ينضج بعد. هناك توقعات بأن يكون هناك لنقل تحركات فعلا شعبية محمولة على المنظمات التي تدعم الفلسطينيين هنا وحزب العمال الذي يؤيد بشكل أو بآخر الفلسطينيين، ولكن لا يبدو أن هناك، لم تكتمل هذه الدعوات، لم تنضج بعد حتى اللحظة. هناك إدانة من المنظمة العربية البريطانية لحقوق الإنسان لما يحدث، وهناك بيان رسمي نشر أو قد ينشر على بالنسبة لهذه الإدانة. هناك لنقل تعاطفا بين أوساط سياسية في داخل حزب المعارض حزب العمال لما يحدث في 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 قطاع غزة، إدانة للإسرائيليين، ولكن بطبيعة الحال على المستوى الحكومي لا يوجد كما ذكرنا. وحزب والحكومة حكومة حزب المحافظين من المعروف أنها تؤيد إسرائيل وتتجنب أي انتقاد لإسرائيل فيما يتعلق بالصراع العربي الفلسطيني. نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسلنا في لندن بهاء العوام.